السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم طريقة استرجاع حساب تويتر الموقوف بسبب تاريخ الميلاد. يعني كثير من المستخدمين يسجل تاريخ الميلاد خطأ، يعني ويكون عمره اقل من 13 سنة، فتطلع له هذه الصفحة. اول ما يسجل دخول تطلع له هذه الصفحة يقول يعني ان حسابك ان تاريخ الميلاد بحسابك اقل من 13 سنة. ونظام تويتر اساسا يمنع اي شخص عمره اقل من 13 سنة انه يملك حساب على تويتر، فعشان كذا تتوقف الحساب. طبعا طريقة استرجاعها سهلة جدا، نشوف الخطوات مع بعض. بس قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. طبعا الشرح راح يطول شوي، ولكن حاول قدر الاستطاعة اني اختصر عليكم. شرطهم الاساسي انك تملك هوية وطنية او جواز سفر او رخصة قيادة، اي اثبات صادر من جهة حكومية. الاسم واضح وتاريخ الميلاد واضح، يعني لازم الاسم يكون واضح بالهوية وتاريخ الميلاد واضح. الصورة طبعا مو لازم تكون واضحة، ما في مشكلة. وطبعا هذه سرية تامة، بعد ما يتحققون من الصور والاثبات راح يتم حذف صورة الهوية من حساب تويتر، وما راح يشوفها اي شخص اخر. على كل حال تاريخ الميلاد لازم يكون بالتاريخ الميلادي، التاريخ الهجري ما يقبل. يعني بالسعودية عندنا الهوية الوطنية القديمة طبعا يكون بالتاريخ الهجري فما يقبل. البعض يقول طيب انا اسمي، طيب الحين انا موجود عندي اسمي مشعل وبالهوية طبعا مشعل، لكن البعض يسجل اسم مستعار يعني لقب عادي او اسم مستعار. طبعا شيء طبيعي الاسم المستعار يختلف عن الاسم اللي موجود بالهوية. طبعا ما عندهم اي مشكلة، اهم شيء يكون هوية وطنية او جواز سفر، يعني اثبات صادر من جهة حكومية. حتى لو الاسم يختلف ما في مشكلة، اذا انت ما عندك اثبات او ما عندك جواز سفر عادي، صديقك اخوك ابوك امك ما في اي مشكلة، اهم شيء الاسم واضح وتاريخ الميلاد واضح. نشوف الطريقة مع بعض. بعد ما تسجل دخول على تويتر تطلع لك هذه الصفحة، يقول لك يعني لإنشاء حساب على تويتر يجب أن تبلغ على الأقل 13 سنة إلى آخره. أنت ما عليك من هذا الكلام كله، نضغط على إعلامنا بذلك. يعني إذا يعني يقول لك إذا كنت ترى أن حسابك قد تم إغلاقه عن طريق الخطأ يرجى إعلامنا بذلك. نضغط على إعلامنا بذلك اللي باللون الأزرق، وتفتح لنا صفحة ثانية. تفتح لك الصفحة هذه، يقول لك نقدر صبرك حيث يصل إلينا حاليا قدر كبير من الطلبات، يمكن راح نتأخر عليك. ما عليك من هذا الكلام كله، أهم ما علينا هذه الخيارات زي ما تشوفون. اسم المستخدم الخاص بك، طبعا راح يطلع لك اسم المستخدم اللي في تويتر، وهنا اسمك بالكامل. طبعا تسجل الاسم بالكامل حتى لو عربي ما في مشكلة، عربي انجليزي ما في مشكلة، تسجل اسمك بالكامل اللي بالهوية اللي تبي ترفقها لهم، يعني ترسلها لهم. هنا العنوان البريد، طبعا اكثرهم يقول انا ناسي الايميل او ايميلي وهمي او ناسي باسورد الايميل، ما في مشكلة سجل ايميل اخر راح يتواصلون معاك وما عندك اي مشكلة. نسجل مع بعض الاسم هنا، طبعا تسجل الاسم بالكامل، اسمك اسم الأب اسم الجد اسم العائلة، أو اسمك واسم الأب واسم العائلة مباشرة ما في مشكلة. طبعا زي ما قلت لكم هذه الأشياء يعني تسجلها راح تكون بسرية تامة، ما حد راح يعرفها. بعد كذا الايميل، طبعا مثلا انا ايميلي هذا ناسي وهمي او ناسي، طبعا هو مو وهمي بس كمثال يعني انه وهمي او كذا، انا بسجل ايميل اخر. طبعا انا مسوي له نسخ ولصق، سويت له لصق على طول عشان اختصر عليكم. ننزل تحت هنا يقول لك هنا تحميل الصورة، شنو الصورة اللي تحملها؟ زي ما قلت لكم صورة رخصة قيادة، هوية وطنية، جواز سفر، اي اثبات يعني صادر من جهة حكومية. اسمك فيه واضح وتاريخ الميلاد يكون واضح، طبعا بالتاريخ الميلادي ما يقبل تاريخ هجري. تضغط على تحميل الصورة، طبعا تصور اثبات هذا بجوالك، تصوره صورة واضحة وتضغط على تحميل الصورة. يقول لك هنا ثلاث خيارات، يقول لك اخذ صورة او فيديو من كاميرا الجوال، اذا ما كنت مصورها يعني تصورها مباشرة من هنا، او من مكتبة الصور من يعني من الاستوديو. نضغط على الخيار الثاني من مكتبة الصور، يعني الأفضل إنك تكون مصورها تصوير واضح وبعدين ترفقها زي ما سويت أنا. وبعد كذا ترفق الهوية اللي تبيها،
وبعد كذا راح يتم التحميل، ننتظر شوي على ما يتم التحميل، طبعا ما راح يتأخر إن شاء الله. بعد ما تم التحميل يقول لك هنا خلاص طلع لك علامة صح، يعني خلاص تم التحميل بنجاح. إذا تبي تغير الصورة مثلا اخترت صورة خطأ، تضغط على إكس وتحملها ثاني مرة. بعد كذا نضغط ننزل تحت نضغط على إرسال من هنا، وبعد كذا يقول لك خلاص شكرا لك، يعني تم استلام طلبك وراح توصلك رسالة على الإيميل اللي أنت سجلته. نروح نشوف الإيميل مع بعض. زي ما انتم شايفين هذه رسالة وصلتني تو. راح يقول لك هنا يقول لك خلاص تم استلام طلبك وراح نرد عليك بأسرع وقت يعني ممكن. طبعا راح تنتظر يوم يومين ساعة ساعتين على حسب الدعم الفني. طبعا هذه الرسالة الأولى إلكترونيا راح توصلك، الرسالة الأخرى لازم شخص يعني من الدعم الفني يشوف الهوية ويتأكد إن تاريخ ميلادك ومن اسمك ومن البيانات اللي سويتها، وبعدين راح يرد عليك. طبعا الرد راح يجيك باللغة العربية، راح تجيك رسالة بالشكل هذا، راح يقول لك هنا مرحبا نشكرك مرة أخرى على تواصلك معنا، لقد رجعنا المواد الخاصة بك يعني الجواز السفر أو الهوية اللي أرسلتها. يقول لك وقمنا بتحديث تاريخ الميلاد في ملفك الشخصي وقمنا باستعادة إمكانية الوصول إلى حسابك، يعني يقول لك عدلنا تاريخ الميلاد زي ما هو موجود بالهوية اللي المرفقة، يعني لما تدخل حسابك الآن خلاص حسابك يكون راجع وتاريخ الميلاد نفس تاريخ الهوية نفس التاريخ الموجود بالهوية، وبكذا أنت رجعت حسابك وألف مبروك عليك استرجاع الحساب. أتمنى منكم الضغط على الاشتراك والضغط على لايك ودعمي بالقناة. أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.